يعني بس بترك حالات التصوير بذهب إلى البيت أو إلى المرسم. ما نعتبر يعني الرسم يعني حالة من تفريغ الطاقة أو برجع إلى شخصي يعني. لكن في المساء وفي الصباح دائما أتفرج على الفيديوهات التي أنجزتها الحديثة والقديمة، وأنا أكون كثير يعني بدخل في سعادة هائلة. أتفرج إلى الرقص الجميل، إلى الفتيات الجميلات، إلى التصوير الرائع. يعني عالم مدهش. أرى نفسي، هذه أنا أعتبر لحظات خالدة وتخلدها كاميرا، لكن حينما أراها بعيش اللحظة التي كانت في ذلك الوقت. يعني شعور لا يوصف، يعني شعور أنا عاجز عن التحدث به.